إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء. كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر. مجهود خرافي كيقوموا به رجال الأمن أكيد من أجل تأمين عملية الولوج نحو الملعب. صراحة قبل قليل قمنا بتوثيق فيديو خطر، نتمنى أن الأمور تدوز بسلام. أكيد مجهودات كبيرة وتعزيزات أمنية كبيرة الآن. ما بغيناش الأمور تخرج على السيطرة. مجهود جبار ديال رجال الامن وديال القوات المساعده اللي كيقوموا به وديال القوات عناصر الوقايه المدنيه. القوات المساعده دايره مجهودات جباره ورجال الامن كذلك، محاولات كبيره لتامين عمليه الدخول. نعم الكاميرا رصدت كل كاميرا وصغيره تتعلق بما وقع قبل قليل. نعم رصدنا كل التفاصيل من خلال فيديو مسجل. رصدنا يعني التفاصيل، ورجال الامن قايمين بالواجب، دايرين مجهود جبار من اجل ضمان عمليه الولوج نحو الملعب بشكل امن. إذا تعزيزات أمنية كبيرة ديال القوات المساعدة وديال رجال الأمن لتأمين عملية الولوج بشكل سلس نحو الملعب. كتشاهدوا معنا مسؤولين أمنيين كبار حاضرين في هذه الأثناء من أجل الحضور لتأمين عملية الولوج. إذا تعزيزات كبيرة الآن ديال القوات المساعدة. حاولوا نقربكم متابعينا من تفاصيل ما يقع. قبل قليل كانت احداث ما بغيناهاش تتكرر، اكيد نحاولوا نخرجوا نقربوكم مما يقع على برا. خليكم معايا. تعزيزات ديال القوات المساعدة وديال رجال الأمن والوقاية المدنية في هذه الأثناء. نحاول نقربكم أكيد مما يقع في محيط ملعب الحسن الثاني. كيحاولوا لأنهم يضبطوا الأمور أكيد ويسيطروا على الوضع. إذا صعب جدا. سي با نورمال. اذا كتشوفوا الناس كاين مجهود ديال رجال الامن المقابل، كتشوفوا اصابات على ما اعتقد. كتشوفوا الله يدير الخير، الله يدير الخير، نتمنى ما يكونوش اصابات. لكن كتشوفوا مجهود خرافي ديال رجال الامن لضبط الامور، محاولات اعاده الامور الى نصابها. اذا التنظيم كما كتشاهدوا معنا كنحاولوا نقربوكم اللي اعطى الله هو هذا. اكيد كما كتشاهدوا معنا
اذا كتشوفوا الملعب غادي ندخلوا لداخل وتشوفوا كذلك. اذا عدد كبير ديال الجماهير كيحاولوا يدخلوا للملعب، مازال ساعه وزياده على انطلاق المقابله. عدد كبير ديال الجماهير صراحه، المتابعين الكرام اللي حاول يحج نحو الملعب. لا إله إلا الله. إذا كما كتشاهدوا معنا، شاهدتوا معنا تفاصيل أكيد ديال عملية الولوج نحو الملعب. أكيد صعب جدا، صعب 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 صعب، فمجهود كبير اللي كيقوموا به عناصر أمنية لتنظيم العملية ديال الولوج. العدد لربما كبير ديال الجماهير، 5500 تذكرة اللي تم طبعها، بينما كيبان لي يعني كتشوفوا يعني كتبان 5500 جاتني أنا زعما الله يدير الخير، جاني البشر شويه بزاف ولا شنو بان لكم؟ 5500 تذكره اللي عطاو الترخيص ديالها السلطات الامنيه. كيفتحوا شويه عاوتاني كيشوفوا وقع الضغط برا كيحلوا الباب عاوتاني كيشدوا الباب باش هكا الامور كدوز مضبوطه مزيان. القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الامن الوطني، السلطات المحليه، يعني كل شيء داير الدور ديالو. لا خرج امور على خير، هادشي اللي غنقولوا. تعزيزات كبيره ديال القوات المساعده. اذا فاتتنا غيتم السماح للجماهير بالدخول. تشاهدوا معنا الكل يريد الدخول، اكيد الكل يريد الدخول يعني بدون استثناء، كل شيء باغي يدخل الماتش. شنو رايكم من خلال التعليقات ديالكم؟ اكيد تبارك الله عليك، الله يحفظك، تحياتي، تبارك الله عليكم. تعزيزات اخرى ديال القوات المساعده ديال رجال الامن. اذا رجال الامن شاهدوا معنا، لا لاحظتوا خرجنا برا وشفنا العدد ديال الجماهير اللي كاين، لا المصويه ولا الوداديه، فالطريقه اللي كتقوم بها رجال، شفتي كتقوم بها رجال الامن والقوات المساعده شنو كيديروا؟ كيطلقوا شويه ديال الدراري يدخلوا، الجماهير يدخلوا باش كيضبطوا الامور، لان الا طلقوا حلوا الباب وخلاوها محلوله ف غيكون طوفان بشري لربما. فاذا كيحلوا شويه كيسيطروا الاوضاع وكيعاودوا يشدوا الباب ويعاودوا يحلوه، هي غاديه هكا. واللي ما عندوش الشيكيره ما غيدخلش، اللي ما عندوش الشيكيره ما غيدخلش، باش نكونوا اللي ما عندوش الشيكيره ما غيدخلش.
المهم خوتي غادي نكتفي بهذا القدر، شكرا، نرجعوا من خلال بث مباشر اخر.